فيها. الحمد لله يا رب. لا. أوجو. هذاك راه يقوم بالليل. وش حرا يسافر وك. العشرة تاع النهار. أوصي يضربوا حمار الليل ول. الحمد لله اللي جيت لبلادي. الحمد لله يا تربتي على تاع الجزائرية. الحمد لله يا ربي اللي جيت لبلادنا. هذا هو جيت عند خويا هنا نقول غادي يعطيني تا الطرف تاع عرض حق خويا يا اله دار ربي لبني وراني قاعد متلازم خويا روح الحوسه على خويا دروك اول انا في بلادنا الدول تاعنا ما شاء الله الحمد لله يا رب كنت مارسا هذاك تاع الزمان وصلت تاع هذيك الزمانه ها هي بلادها تتخذ تنتخذ الحمد لله يا رب تقول حمار اللي ضربها لطيف الحافي رمضان عزمو يشافك هاودي انا ما تقلقش ما تقلقش ساعو تعرفني ساعو تعرفني هاودي هذا الغيب اش تهي اش اللي جابوا لك خير ربي العدو خويا خويا الحاج رمضان العدو هذا الغيب اش تهي العدو هذا الغيب اش تهي الحمد لله عزمو يشافك هاودي الله يسلمك عزمو يشافك هاودي العدو كطول سيد الحياه سيد الحياه طولت في حاشنا قبلك طولت ابن عميها والله لا طولت هو طولت والولاد وين راهم؟ والمرأة وين راهي؟ الولاد راحوا وين راحوا؟ قالت لك ما نستحقش بلادكم يا حبيبي قلت لها يا روحوا الأجي تاعتنا قالت لي ما نروحش قلت لها تربحي اش كيفاه؟ بغيت تشتكي انا نروح لبلادنا وديري اشرع روحك اش كيفاه؟ قلت لها حبيبي يا ودي توحشتك توحشتك كيفاه قلت لها عربية قلت لها عربية قال ما يشرى لك شهر يا ودي يا شابة بس على الغالب عليا على الغالب يا شابة ها شوف وين وصلت انا توحشتك عربية تاع الشيبة انا جيت نزورها هيا 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 فوتو فوتو على العربية هيا الحميلة خنز يتولى هم عليك بارك الله فيك خيي روحنا حبيبي هيا هيا فوتو على العربية هيا والله الحمد لله هذه غايبة وليت تفضل انا ما عندي وين نروح انا جيت عند خويا هنا قلت انا خويا غا يعطيني ارض من الطرف تاع ارض نبني انا خويا ورانا قاعدين يا ودي مرحبا بك يا اخوك ما نسمعش بيك يا ابوي وصاني والله لا قال لي قال لي الى الجوريه غير عاوده الى حوزته الجوريه ما تحوزني والو انا قلت لها نروحوا لاجي لبلادنا قالت لي نوم سيو ما نروحش ليه ما تروحيش قالت لي ما نروحش نقعد هنا قلت لها تربحي انا نروح لبلادنا الجزائر العاصمه يب نقعد فيها وراه كاين خاوتي الحمد لله يا ربي يا ابوي يعرف كي قال لي تحاوزه تحاوزك وهاي ما بغاش تجي لك بصح راه موصيني وصاني خلاني الامانه انا جيت وحدي هنا جيت عند خويا باين تبني عند خويا انا وهي الله يسهل عليها هي بلادها الله يسهل عليها باغي تخرج تخرج باغي تقعد تقعد نجي هنا عند خويا ندبر مراه ونقعد عند خويا ونبني انا وخويا الامانه قلت لك راه خوك راه وبي راه موصيني الامانه الحمد لله والله لا وصاني مسكين وما تخليها هذا اللي يعطيها لك يجي
واولدي وابي يا انت عزيز عليا. والله يسلمك ابوي. انا عندي خيمه اللي اقول لك طارز وخلاني. يا انت عزيز عليا كل شي راه في رقبتك. دبر راسك ما بينك وبين خيك كسرت مع مالي ولا انا. المهم انت عزيز عليا وانا نصاد. يا ودي هذه حمى بيت ابوي. يا وعرك ما وش باقي لي يا ودي. مازال بركه مازاله يا ودي. الله الحديث يا ودي. والله لما زال بركه ابوي. يا وراني نشوف روحي مع اولي مع غاشيه اللي ماتوا الاولين. لا لا ما كان والو با كان والو على ربي ان شاء الله. نوصيك الا بغيت ربي. وابي هذاك اللي في فرنسا الا بغيت ربي نقول لك امانه لا كتب ربي زيارو ما تسمعش فيه. لو بغيت ربي نعطيها له ابوي ما كاش مشكله. راكم موصيني ما كاش مشكله على رقبتي. جبتو ديك القاوريه وخليتني هكاك. معليش معليش ابوي على رقبتي انا نعطيها لوادي حما بيت نديك للطبيب ابوي. يا راه مقابلني ولدي اللي في فرنسا. يا ما يجي ان شاء الله. يجي ان شاء الله على اقرب وقت ان شاء الله. يجي يجيبها ربي ويجي نروح ان شاء الله. اقطع لي البحر اقطع لي البحر وانا نساعد. نديك ابوي للسبيطار. نديك يا راك السبيطار ما خليك كل يوم في السبيطار وما درت والو. ها باك ندير لك بره ولا حي يديروا له. يا والطبيب خبرني وقال لي استمر راه مطرت قالك راه مطرت هذيك ليستوما. يا الحافظ يا ودي ما كان والو على ربي. يا ودي حوشي مازال مازال ان شاء الله. مازال بركه مازال. راني نوم ولدي راني نوم ولدي. يجي يجي رانا شحال من خطره هنا نعيطوا لهم ما قبضناش. وراكم قابلني اني خايف لا نموت ونخليك. ها ودي انا معليش خليك تخبن قبل الله. ما نخبن والو كاين الرزق ابوي راه كاين الرزق. لا 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 محمد رسول الله. لا 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 محمد رسول الله. ابوي يا ودي ذي حمى بيت ابوي. ها واليوم وحال اليوم يا ودي. والله لا مازال بارك وما زالك صغير. ما عاد ابوي ابوي خليني 120 دور. ابوي 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 ولد الرحمن شاء الله. ابوي ابوي ما غاديش نغادر الدراما ان شاء الله. يا مسكين الله لا يرحمك حبيبي. داك حبيبي الله يرحمك. داك خير الله يرحمك. يا داك خير داك خلي داك. انا 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 زمان انا كون جيت نالو البشر اللي شقاك انا انا لفوت تاعي انا. انت درتها انت درتها العدو بالعدو. انت درتها مقدره ما عندك ما دير معاك. عاودي تعادو تعادو دير روحك وتقول لي مقدره. انا جاز انا خويا هنا شبابية. يا زين اخويا انا بني لي شوف لي سكن هنا ياك ولا بني ولي بني حوش. نعطيك طرف وتبني لروحك. نعطيك الامانه ونعطيك طرف وتبني لروحك ما كاش مشكل. ويلا واخا لك تا ماشي نقسمهم انا اخويا هنا. هادي ماشي ما تدخلش فيهم ماشي الليله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا الحاج رمضان؟ لاباس اجي كيف بخير. اتفضل يا هلا يا هلا بالحوايج. كيف حالك يا هلا يا الحاج رمضان؟ تفضل. كيف انت بخير؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله يا رب. أخيرك بسم الله. شكون هذا؟ هذا هذا الخليجي. هذا جاي من الخليج وراني اعطيه طرف له طرف هنا يعطيته له كون اعطيته له يمشي بعته له. يا الحاج رمضان مين هذا مين هذا؟ اصبر دقيقه راني نحكي له. هذا راني خليجي اعطيته له طرف راني بعته له هنا. قول السما اعطيته له. بطولك عروس السما. ايه يا ودي ما تقولش هكا عروس السما. مين هذا يا الحاج رمضان؟ هذا خويا راه عايش ليه في فرنسا. الله يبارك الله يبارك. يا هلا يا هلا بالحبايب. ايا وجاره هنا ان شاء الله ربي يقعد هنايا. انا بنعطيه طرف وراه بيقعد هنا ان شاء الله بربي الله يقعد. الله يبارك الله. والله الحاج رمضان قلبه والله ما في منه ناس ملاح. والله لا ناس ملاح. الله يبارك فيك يا ربي. الله يبارك فيك. هذا اخويا هذا. الله يبارك الله يبارك. انت وين وين تسكن وين؟ انا في الخليج. وش جابك هنا لبلادنا تاع الجزائر؟ والله هنا المناظر الطبيعيه بتهبل يا حبيبي. خاش حوزوك؟ لا يا اخويا لا. شو هذا الكلام يا الحاج رمضان؟ هاودي ماش حاجوه ما حاجوش. هذا عجبته الجزائر راه جاي عندنا. احنا ما نديروش الطاره. والله هذه ثقافتنا يا برويطه. دايرها فوق راسك برويطه. اسمع لي هذه عادتنا. اسمع لي روح ترك جاي عيان. روح تريح. روح بدل قشك وريح ثم ومن بعد نهضروا. هاودي روح. ما تبيعلوش؟ لا مانيش بايع له. راني غير مسكنه. كان دراهم صاي ما كانش فقرانه فقرانه ان شاء الله يا ربي. روح يا روح. والله شو هذا الكلام يا الحاج رمضان؟ لا ماهوش معك ماهوش ما عجبني والله ما عجبني. لا لا يعجبك ان شاء الله. راك توالفه. هو داير هكا مسكين. هذا خاين. استغفر الله. كان داير لاباس. راك مليح توا. والله الحمد لله يا الحاج رمضان. ها الساحه وصلت.
الحمد لله يا رب. الحمد لله. شكون؟ انا حشاد اخو رمضان. كيفك مسؤول يا مريم؟ لاباس الحمد لله. لا بس الحمد لله كرك مدير انتم اهلية الحمد لله يا ربي الحمد لله تفضل الحاج واه واه اختي واه لا بس الحمد لله الحمد لله ما بانوش يا ودي ربعت عليا قاضية ودابا استنى يا صرات حية كبيرة قلت لها بغيت روحي قالت لي ما نروحش هاك قدرت تركي جيت وخليها حباينة بلي دونجي هذيك المرة في عرسي عرفتها كسلوقي سلوقي هكاك والله لا سلوقي قبل تضيق بينا كحلة هيا قلت لها نروح عند عند عيال خويا وعند خويا والريح كامل مرحبا بك الحاج مرحبا ما نحوش كاع عليها ما نجيش كاع نحوش عليه والو رحت لي قاضيه ما تحسي لا تشتكي ولا بصح تشتكي ولا ما تقعد ما على بالكش فيها كيف انا عندنا حنا الرجال ما على بالكش فيها باين نروح برا نضرب دوره هاد الدوار انا برا لخت عليا هي معليش لخت عليا باين توحش البلاد باين نحوش ندور وين هاي بدل قشي هي صح عم زياد جيت الضبي بخير ابوي بخير بخير الله الله يبارك الله يبارك كيف حالك بارك كيف حالك هم مالك اليوم هم مالك اليوم جيت بكري اشتكي بكريناش خرجونا انا يا خرجوكم مش عارف الاستاذ ما جاش فاني الاستاذ ما جاش خطر المدير ما جاش خطر علي يكون ما جاش هذا خطر خرجوا لي يكون انتم تقعدوا في موساي واه ها ودي بيتما شو هذا الحكي يا ودي هذه مش قرايه راهم يقربوا والله ما يقراي والله ما يقرايا شو هذا الكلام يا الحاج ما تقناش والله ما تقنا نقول ما تقناش ما تقناش روح لعمك شعبان جا روح جاب لي البسكليته جاب لك الدراجة مازال ما جابش البسكليت ما صابها يجيبها وراي اخرى راي مازال ما جابهاش روح راي بكنندا صح روح والله ضبيح ناس بلاح ناس بلاح الضبيح ها رامي يروح ويجو رامي رايحين وجايين انا قبالي ما مش يقراو عندنا الضبيح هنا في ارض الازياء ولا كشم وجدها ما فهمنا والو عندنا الضبيح في الخليج هو طائر مغرد مغرد ايه هاودي هذا فين راه طائر رايح لي كل وجاي طائر وجاي رايح لي كل وجاي الحاج رمضان مسكينه الراجل والدينه الحاج رمضان